بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، في هذا الانطلاق وشوطنا السابع الذي ينطلق في تحديات سباقنا المحلي التاسع من عمر سباقات هذا الموسم، شوط خاص بالإبكار الذي انطلق قبل لحظات، ومقدمة هذا الشوط وهذه ظن على المركز الأول لأحد الأسماء المميزة، علي بن سعود بن علي ألف هيده المري في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني في هذه اللحظات أمامكم، المنطلقة والعانية في هذه اللحظات لهذه المشاركة الشاهينية لعلي بن حمد بن علي بن هران المري، بينما شعارك يا بن حفيظ يتدخل في هذه اللحظات. هذه ظنون أو شعار بن حفار، عفوا، ظنون لعبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. وفي المركز الثالث، المنطلقة على المركز الثالث، هذه هي من تندفع بدورنا في هذه اللحظات، وهذه هي الذيبة لصالح بن دلبج بن صالح الجربوعي المري. يا سلام مشاهدينا الأعزاء، المنطلقة وصلت وحيشة سلمان بن محمد بن فهد آل رزق العجمي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس هذه الشاهينية، ومبارك بن محمد بن نصره العامري المنطلق. خطير يا اخواني هذا الشعار، خطير هذا الشعار، شعار بن نصره القادم في هذه اللحظات. اعود الى مقدمه الشوط، وهذه ظنون، ولا تخيبين الظنون يا ظنون. يا سلام، ظنون تعود ملكيتها لعبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، مسيطرا على الموقف في هذه اللحظات. شوفوا هذا المنظر الجميل، شوفوا هذا المنظر الجميل، وهذه الجماهير التي أتت لمتابعة هذا السباق المحلي التاسع. يا سلام، وهؤلاء المشاركين هنا يتواجدون لهذه المشاركة. الهدف هو الفوز، الهدف هو الناموس، الهدف هو التتويج في هذا السباق المحلي. يا سلام، المركز الثاني، هذه ظن قادمة على المركز الثاني، أتمنى لها الفوز لأن اسمها ذهبي كبير. ظن لعلي بن سعود بن علي ألف هيدة المري قادمة على المركز الثاني، وشعار بن نصرة قادم، شعار بن نصرة قادم. هل العيد الشاهينية لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. وفي المركز الثالث وصلتنا راهية حمد بن محمد بن سالم الجهويل المري، منطلقة على المركز الرابع، وهناك تدخل كبير من وصايف، وديروا بالكم من وصايف، وبحذركم من وصايف لسيد محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري. هناك الكيلومتر الأخير الذي فيه دائما تتغير هذه الشعارات وتتغير الأمور دائما في هذا الكيلو. يا سلام، كيلو الشدة، ولا زالت هذه راهية، هي راهية وراهية، راهية الشكل وراهية، راهية الركض وراهية، راهية الأداء. وانطلقت راهية بشعار حمد بن سالم بن جهويل المري. الله، اشتدت المعركة، واللي حذرتكم منها وصلت. وهذه هي الخطيرة، وهذا شعار بن زيتون، وهذه وصايف وراهية. شعار بن جهويل أم شعار بن زيتون سوف يكون متوجا لهذا الشوط، سوف يكون صاحبا لهذا الشوط. المعركة باقية، المعركة مستمرة بين الاثنين، ولكن شعار بن نصر أيضا قادم على المركز الثالث. هذه راهية أم وصايف. المعركة طاحنة، المعركة مستمرة ما بين الثنتين، الشحانية أم الوثبة في اللحظات الأخيرة. ولكن سلام يا راهية، سلام على فوز راهية في هذا الشوط، في شوطنا السابع مع حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث شعار محمد بن زيف بن زيتون المهيري، وفي المركز الثالث محمد بارك بن محمد بن نصرة العامري. وفي المركز الرابع وصلت اختبار لمسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامري. وفي المركز الخامس وصلت وفاء لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري.
أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك راهية، بالفعل كانت راهية وأدائها الراهي، لحمد بن حمد بن سالم بن جهويل المري. ناخذ توقيت راهية لحظة وصولها وهبوطها عند خط النهاية، فائزة معلنة نفسها بطلة هذا الشوط. إذن هذه راهية أمامكم على شاشة قناة البدع، 4:34 42 جزءا من الثانية، بينما جاءت بالمركز الثاني وصايف لمحمد بن سيف بن زيتون المهيري، وتوقيتها الزمني 4:34 52 جزءا من الثانية. وصلت بالمركز الثالث شعار مبارك بن محمد بن نصره العامري مع الشاهنية 4:34 88 جزءا من الثانية.